اللي في الصورة دول هارون وابراهيم، طفلين أبرياء من الجزائر، لقوهم مقتولين بأبشع طريقة ممكن يتصورها شخص، قضية من أكبر قضايا الرأي العام في الجزائر 2013 تحديدا في 7 مارس. مجموعة من الأطفال بتلعب كعادتها في الشارع قدام بيوتهم، من ضمن الأطفال دي هارون وابراهيم. هارون كان مجرد طفل عنده 10 سنين وابراهيم 9 سنين، أصحاب قريبين جدا من بعض ودايما متعودين يلعبوا في الشارع قدام بيتهم، لحد ما يجي اليوم المشؤوم اللي هو 7 مارس على هارون وابراهيم. اليوم ده كان معاد مباراة كرة قدم مهمة جدا وكبيرة في الجزائر، وبين 2 أندية كبار معروفين جدا هناك. المباراة دي كانت مهمة جدا وقتها، وكان منتظرها تقريبا كل أهالي البلدة اللي ابراهيم وهارون منها، وبالتالي شوارع المدينة وقتها كانت شبه فاضية تماما، فاضية من شباب ورجالة المدينة اللي بيحضروا الماتش هناك، حتى فاضية من الأهالي اللي كانوا بيتابعوا المباراة في البيت، والأهم إنها كانت فاضية من قوات الأمن اللي كانت متواجدة ساعتها بشكل كبير داخل الملعب علشان يأمنوا المباراة، وخصوصا بسبب أعمال الشغب اللي كانت بتحصل في المباريات في الوقت ده. المهم إن في اليوم ده وقت المباراة الأطفال كانوا بيلعبوا في الشارع زي عادتهم، دخل راجل عليهم غريب عن المنطقة واتجه على هارون وإبراهيم وسألهم على وصف مكان في المنطقة بتاعتهم هو مش عارفه. فهارون وإبراهيم بشكل طبيعي وتلقائي شاوروله على المنطقة اللي بيسأل عليها، لحد ما الشخص بدأ يتكلم معاهم أكتر وهو بيتمشى في المكان مع هارون وإبراهيم، وبيبعدهم بشكل سلس عن باقي الأطفال وهو بيستفسر لسه عن المكان أو عن أماكن قريبة منه، وطلب منهم بشكل ودي إنهم ييجوا معاه يوصلوه بس للمكان ويرجعوا تاني بسرعة. وللأسف وبكل براءة طفولية وافق هارون وإبراهيم ومشيوا مع الشخص ده بكل هدوء، لكن كان في طفل من أصحابهم اللي كانوا متواجدين وقتها في الشارع معاهم كان عنده فضول جواه وفضل يراقب الموضوع من بعيد، بس ما كانش شايف مين الشخص ده ولا قادر يحدد ملامحه، كان قاعد قلقان وشاكك في الموضوع، خصوصا ان الفترة دي في الجزائر كانت منتشرة قصص خطف الاطفال، فكان الاهالي بيحذروا اولادهم دايما انهم ما يحتكوش باي شخص غريب. المهم الطفل ده استنى شوية في الشارع وهو بيلعب منتظر رجوع هارون وابراهيم، لكن لما لقاهم طولوا شوية، بالذات انه عارف ان المكان اللي الراجل ده بيسأل عنه قريب جدا منهم، فقرر انه يروح على بيت صحابه هارون وابراهيم ويبلغ اهلهم، وراح الطفل لبيوتهم، وكان ساعتها متواجد امهات الاطفال بس علشان الرجالة كلها كانت في المباراة، وقال الطفل لوالدة كل واحد فيهم ان هارون وابراهيم مشيوا مع شخص غريب ولحد دلوقتي ما رجعوش. فساعتها امهات الاطفال دول اللي كانوا متواجدين حسوا بالفزع والقلق الشديد من كلام الطفل ده، وجمعوا بعض وطلعوا جري يسألوا على هارون وابراهيم في كل حتة في الشارع، وفي نفس الوقت كلموا ازواجهم علشان يسيبوا الماتش حالا ويرجعوا يشوفوا اولادهم راحوا فين. وفعلا رجع والد هارون وابراهيم واتجمع معاهم شباب ورجال المنطقة بتاعتهم وبدأوا يدوروا عليهم ويسألوا عليهم في كل حتة في البلد، لحد ما جت الساعة 6 المغرب، وساعتها عملوا بلاغ باختفاء الطفلين. اتجمعت الشرطة واخدت اقوال الطفل اللي شاهد على الموضوع واللي اكد انه معرفش يشوف الراجل الغريب ده، وانه كل اللي قدر يسمعه من بعيد ان الراجل ده سأل هارون وابراهيم على المكان وهم مشيوا معاه. بعدها بدأت الشرطة مع سكان المنطقة كلها اللي قرروا يشاركوا في رحلة البحث عن هارون وابراهيم انهم يفتشوا كل مكان، ووقتها الشرطة استعانت بالكلاب البوليسية علشان تحاول توصل لأي أثر للطفلين، وفضلت تجري الكلاب وراء أثر هارون وإبراهيم لحد ما كلهم وقفوا فجأة عند نقطة معينة في نص الشارع وما كملوش بعدها، وده بيرجح إن الطفلين مشيوا لحد النقطة دي وبعدها واضح إنهم ركبوا عربية وتحركوا من المكان. وفعلا لما حققت الشرطة في المكان ده ومع الناس اللي في الشارع قدروا يوصلوا لشاهد عيان كان شاهد على الوقعة دي، واللي لاحظ طفلين ركبوا في عربية من
النقطة دي، لكن وقتها ما شكش في أي حاجة لأنهم ما كانوش بيصرخوا أو في أي علامات خوف عليهم، وما ركزش في الموضوع خالص لأنه كان واضح لكل الناس إنها حاجة طبيعية. القضية ساعتها اتحولت لقضية رأي عام كبيرة، وكان كل الحديث ساعتها موجه للخاطفين يترجوهم إنهم يسيبوا هارون وإبراهيم من غير ما يقتلوهم في مقابل تخفيف الحكم عليهم، لكن بس يسيبوا الأطفال. وبعد مرور 5 أيام من بحث الشرطة وأهالي المنطقة على هارون وإبراهيم، حصل اللي كل الناس وبالأخص أسرة الطفلين خايفين منه. يوم الثلاث 12 مارس بالليل لقت الشرطة هارون وإبراهيم، لكن في شكل أبشع من إن إنسان يتخيله، وده بعد ما جالهم شهادة من شهود عيان بيشتغلوا في ورشة في منطقة قريبة من بيت الطفلين، واللي قدامهم عمارة لسه بتتبني، وقالوا انهم لقوا راجل وست وقفوا تحت العمارة بعربيتهم، ونزلوا حطوا قدام العمارة شنطة سفر لونها اخضر ومشيوا بسرعة. ولما شك الاهالي في شكل الشنطة دي وليه بيرموها اتجهوا ليها، وكانت المفاجأة لقوا جوه الشنطة كيس زبالة بلاستيك موجود فيه واحد من الطفلين، لكن جثته متقطعة لاجزاء وراسه مفصولة تماما عن جسمه، وجنب شنطة السفر كيس بلاستيك تاني لمحل ملابس فيه جثة الطفل التاني واللي كانت في نفس الحالة بالظبط. بعد اكتشاف الجثة بأيام ظهر تقرير الطب الشرعي واللي صرح ان الطفلين ماتوا عن طريق الخنق، لكنهم اتعرضوا للاغتصاب اكتر من مرة قبل ما يتقتلوا. انهار اهالي الطفلين وانهار معاهم كل سكان المنطقة اللي كانوا معتبرين قضية ابراهيم وهارون هي قضية تخص اولادهم شخصيا. البشع في الموضوع ان واحد من المجرمين اللي ارتكبوا الجريمة دي كانوا بينزلوا مع الاهالي وبيدوروا على الاطفال، يعني يقتل القتيل ويمشي في جنازته. واتكشف أمره بعد ما ظهر في فيديو عشوائي من فيديوهات الأهالي وهي واقفة حوالين جثث الأطفال المرمية، وبالصدفة وقع الفيديو ده في إيد واحدة ست شغالة في الورشة اللي قدام العمارة اللي ترمى فيها الجثث واللي بلغت عنهم، ولحظة وجود الشخص اللي رمى الشنطة واقف في الزحمة بين الناس، وبلغت الشرطة إنه غالبا هو ده الشخص اللي رمى الشنطة. وفعلا الشرطة قبض عليه وحققوا معاه، وساعتها الشخص ده اعترف بكل حاجة وطلع هو فعلا اللي خطف هارون وابراهيم، لكنه ما كانش لوحده، والقصة اكبر وابشع بكتير من كده. اللي في الصورة دول هم المجرمين اللي ارتكبوا الجريمة البشعة دي. واحد اسمه مامين، وده تاجر مخدرات وعنده 38 سنة وعنده سوابق اجرامية كتير، واللي جنبه شاب عنده 21 سنة اسمه حمزة والمشهور باسم كاتاستروف واللي معناها كارثة، وهو فعلا اسم على مسمى. حمزة برغم انه يعتبر شاب لسه صغير لكنه كان لسه طالع من السجن، واللي اهله حكوا عنه انه لما طلع من السجن اشترى بعدها عربية غالية جدا، وكانوا مستغربين هو جاب الفلوس دي منين وامتى وازاي. المهم ان حمزة كان عايش مع مامين وكانوا بيمارسوا الشذوذ الجنسي بشكل مستمر جوه الشقة اللي كان مامين مأجرها، وكان مخلي حمزة يعيش معاه فيها، والفلوس اللي حمزة كان بيحصل عليها طلع ان مصدرها مامين. الكارثة ان علاقة مامين بحمزة كانت معروفة وكانوا بيمارسوها بكل بجاحة من غير خوف من حد، وكان مشهور عنهم سوء اخلاقهم وسلوكهم في الشقة دي. وعلى حسب اعترافات حمزة في القضية ان علاقته بمامين كانت مهزوزة في الفترة الاخيرة بسبب مامين اللي بدأ يمل من علاقته بحمزة، واللي بسبب كده عرض حمزة انه يجيب اطفال يقدمها لمامين ويعتدي عليهم، منها علشان يرضيه ومنها علشان يضمن انه يفضل عايش معاه في شقته. وافق مامين على الفكرة جدا وخططوا كويس جدا لجريمتهم، واللي قرروا انها هتتنفذ بكل ذكاء يوم المباراة. ووقتها استدرج حمزة الطفلين لانه كان غريب عن المنطقة، واختار ساعتها الطفلين هارون وابراهيم. اللي زعل اكتر ان الطفلين كانوا محتجزين على بعد 500 متر بس من بيت هارون وابراهيم، واعترف المجرمين دول انه بسبب تضييق حصار الشرطة
غير التغطية الصحفية الضخمة اللي حصلت انهم بدأوا يخافوا يتفضح امرهم، فقرروا ساعتها انهم يقتلوا الاطفال ويتخلصوا من جثتهم في اسرع وقت. وللأسف انه برغم ان الاتنين دول اخدوا حكم الاعدام واللي هو يعتبر حكم مش كافي للي عملوه، الا ان الحكم ما تنفذش فيهم بسبب القانون الجزائري اللي وقف تنفيذ عقوبة الاعدام من سنة 1993. وبرغم سخط اهل الجزائر كلهم في احتجاجات ومظاهرات واعمال شغب بيطالبوا بالقصاص لابراهيم وهارون، لكن مفيش اي حاجة اتغيرت. ومامين وحمزة ما زالوا عايشين لحد النهاردة في الجزائر، لكن في السجن بشكل ابدي. ربنا يرحم الطفلين هارون وابراهيم. سلام عليكم.